حكام الكويت، اقرأوا ما قاله بيدبا للملك دبشليم عمن يصنع المعروف بغير أهله. افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله. قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: اضرب لي مثلا في من يضع المعروف بغير موضعه ويرجو الشكر عليها. قال الفيلسوف: أيها الملك، إن طبائع الخلق مختلفة، ولا يصطنع أحدا إلا بعد الخبرة بطرائقه والمعرفة بوفائه، ولا ينبغي أن يختص بذلك قريبا لقرابته إذا كان غير محتمل للصنيعة. وأضاف: روي أن سائحا كان يتجول في أحد البلاد، فبينما هو يمشي إذ بحفرة قد وقع فيها صائغ ونمر وقرد وأفعى، فقال: سأخرج الرجل، فهذا سيكون من أنفع الأعمال للآخرة. رمى الحبل فخرج القرد أولا لرشاقته، ثم الحية، ثم النمر، وعندما صاروا في الأعلى شكروه على صنيعه وأوصوه بأن لا يخرج الصائغ لأنه ناكر للجميل، وقالوا له إنهم يعيشون قرب مدينة يقال لها نوادرخت، فإذا احتاج أي شيء لن يتوانوا عن مساعدته. لكن الرجل لم يستطع ترك الصائغ في الحفرة وأشفق عليه فأخرجه منها، فشكره الأخير وقال له إنه كذلك يعيش في المدينة، وإن احتاج أي شيء سيكون بخدمته. بعدها مضى كل إلى شأنه. وصادف أن طريق السائح مرت في المدينة، وحين صار على أبوابها التقى القرد الذي أحضر له بعض الفاكهة وأحسن إليه ومضى. ولما دنا من أبواب المدينة إذا به يلتقي النمر، فأراد الأخير أن يهديه شيئا، لذا ذهب إلى قصر الحاكم حيث قتل ابنة الملك وأخذ حليها الذهبية وأحضرها للسائح من دون أن يخبره كيف حصل عليها. حين دخل السائح المدينة خطر له أن يزور الصائغ ليكرمه بعدما رأى كرم الحيوانات، وعندما وصل إلى بيته سلم عليه، وفيما هما يتحدثان رأى الصائغ الحلي فعرفها لأنه هو من صنعها، فقال للسائح: انتظرني لأجلب لك طعاما من السوق، وذهب إلى الجند وأخبرهم أنه أمسك بقاتل الأميرة. ألقى الجنود القبض على السائح وصلبوه وطافوا به الشوارع، فرأت الحية ما حصل وهبت ولدغت ابن الملك، ثم جاءت إلى السائح ووبخته لإخراجه الصائغ من الحفرة، وأعطته أوراقا قالت له إن ابن الملك سيشفى إن سقيا منها. وكانت قبل ذلك قد ذهبت إلى ابن الملك وقالت له إن من يشفيك هو السائح الذي سجنتموه ظلما. روى ابن الملك ذلك لوالده الذي طلب السائح فأعطاه الأوراق، حيث نقعت في الماء وأسقي للملدوغ فشفي. حينها طلب الملك من السائح إخباره قصته، وحين سمعها أمر بصلب الصائغ والطواف به في شوارع المدينة جزاء كذبه ونكرانه للجميل. لا شك أن هذه القصة تنطبق على الواقع الكويتي، لجهة كيف أن الحكام خلال نصف القرن الماضي وضعوا المعروف في غير أهله، أو بالأحرى توسموا أن في أولئك الأشخاص الإخلاص للوطن والشعب، لكن المفاجأة كانت على العكس مما اعتقدوه. لهذا كانت الدولة بحاجة إلى رجل مطلع على ذلك المسار ويعرف من أضاع المعروف ومن رد الجميل. لذا بدأ مسار الإصلاح مع القيادة الجديدة، ولقد كانت الانتخابات الأخيرة الخطوة الأكثر تعبيرا عن ذلك، إذ يمكن القول إنها كانت مفصلية من حيث الشكل والمضمون، لأن القيادة عالجت الخلل التاريخي الذي بنيت على أساسه مخرجات الانتخابات طوال العقود الأربع الماضية، حين لبت نداء الشعب الذي تأذى كثيرا من تزوير إرادته، سواء كان عبر شراء الأصوات أو نقلها بطرق ملتوية، وهو ما كان يؤدي إلى ممارسات نيابية في المجالس السابقة لا تعبر عما تريده الكويت، خصوصا ترسانة القوانين التي تسببت في إغلاق البلاد وتكبيل الاقتصاد بقيود أدت إلى هرب المستثمرين، إضافة إلى صراعها مع حكومات ضعيفة، وهو ما تسبب بتوقف التنمية وعدم تحديث البنية التحتية. لا شك أن المرحلة الماضية شهدت الكثير من الأخطاء، بل يمكن تسميتها جرائم في حق الكويت، لا سيما في موضوع سجناء الرأي الذين زج بهم في السجون على تغريدة أو المدانين مدنيا، وفيما يتعلق بالقروض الشخصية والشيكات من دون رصيد. هنا ربما من المفيد الإشارة إلى التناقض الذي وقعت فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية حين أقرتا قانون الإفلاس الذي يتماشى مع المعايير الدولية،
لكنهما في المقابل لم تعدلا عقوبات السجن على الشك من دون رصيد، وهو ما يعني إفراغ القانون الجديد من محتواه. من هنا لا بد من القول، غالبية الذين فازوا في الانتخابات تجاوبوا مع الخطاب الأمريكي، ولهذا فإن هناك مسؤولية كبيرة على عاتقهم، وهي رد التحية إلى الكويت التي وثقت بهم بأحسن منها، وذلك عبر ورشة تشريعية لتعديل قوانين التخلف والعمل على تهيئة انطلاقة قوية وجديدة للبلاد. أخيرا، لا شك أن الحاكم مدرك حاليا أن كل هذا لا يمكن أن يتحقق من دون حكومة قادرة ومتجاوبة مع الرغبات الشعبية، وذلك يعني الاستعانة بوزراء مختارين ولديهم الإمكانات التي تؤهلهم لإصلاح كل هذا الخراب الذي تعانيه الكويت، وإلا سنعود سيرتنا الأولى، فتقع البلاد مجددا في فخ وضع المعروف بغير موضعه، وهو ما يكرهه الناس والقيادة.